مساكم الله بالخير مشاهدينا في حلقة الخميس الفنية، واللي راح نتطرق من خلالها لمجموعة من المواضيع والفقرات الفنية مع ضيوفنا وتقاريرنا المتنوعة اللي راح نستعرضها لكم واللي تهتم بالجانب المحلي بشكل أكبر. لكن قبلها خلونا نشوف شنو أبرز عناوين حلقتنا الليلة. في حلقتنا الفنية من برنامج الرعاية بنتابع شن هي أبرز نشاطات النجمة البحرينية ريم رحمة. موجة الأفلام القصيرة هل انتهت؟ هو أنا مؤمن بحاجة، هذا فلسفة الشخصية، أنه هي في العروق، التسويق في العروق، ما لا دخل سواء درست ولا مدرسة. إذا أنت تعرف تقنع الناس، عندك المقدرة على الإقناع. ورجعنا لكم مرة ثانية في أولى فقرات حلقة اليوم، وهي عبارة عن اتصال راح نتعرف من خلاله على جديد فنانة بحرينية استطاعت أنها تكون نجمة في الخليج وتتعاون مع عمالقة الدراما الخليجية، وتميزت في الكثير من الأدوار اللي نذكر منها على سبيل الذكر: للحصر، ساهر الليل، وطن النهار، اليوم الأسود، جرح السنين، وحاليا يعرض لها مسلسل سامحني خطيت. طبعا تجسد من خلاله شخصية المرأة القاسية اللي تعاني من بعض الاضطرابات النفسية، أكيد كلكم عرفتوها. يسعدنا تكون معي عبر الخط الهاتفي الفنانة المتميزة والمبدعة دائما والجميلة جدا أيضا ريم رحمة. مساء الله بالخير فنانتنا المبدعة دائما ريم. الله يمسيك بالنور والسرور، ما قصرت. يا مرحبا، مقدمة الجميلة. أقل من حقك يا ريم، أنت مبدعة دائما يعني، ونسعد بشوفتك في المسلسلات وفي الدراما. ريم، إيش سالفة القسوة في مسلسل سامحني خطيت؟ هي راوية أسئلة يمكن اليهال كارهينها الحين حاليا، وايد تعنف اليهال، لكن أنا من وجهة نظري الشخصية يعني ما في قسوة تطلع عبث، يعني ما في إنسان يكون قاسي لهالدرجة أو مؤذي أو باستطاعة أنه يؤذي بني آدم أو طفل بشكل خاص أو إنسان ضرير إلا ويكون عنده باد إكسبيرينس، يكون عنده أسباب مترسبة في الذاكرة قديمة، يعني يكون تعنيف أسري، يكون تنمر بالمدرسة، يعني لها أسبابها أنها هي وصلت لهالمرحلة. مثل المجرمين أحيانا بعضهم دائما ما نسمع مقولة ان هذا مجرم لكن طلع بتقرير طبي بانه مهووس، لا هو فعلا يكون عنده مشكلة نفسية اللي خلته يوصل لدرجة انه هو يجرم، وهذا تعتبر ثقافة مو كثير احنا مجتمعنا نعترف فيها، هي الثقافة ان الانسان هذا عنده سلوك غريب لازم يراجع طبيب. صحيح، بس طمنينا ريم ترى انت مو بقاسية ولا غريبة، يعني حالة مرضية. بس طمنينا ريم انت مو بقاسية طبعا. في الحقيقة لا، ولكن عندي ردود فعل قاسية. بالإضافة للخطايا العشر يعني اللي راح يعرض إن شاء الله في رمضان، راح نشوفك في عمل ثاني في شهر رمضان إن شاء الله. عندي نوايا تو مع سعاد عبد الله، ما شاء الله المفروض إنه ينعرض هالشهر، ولكن تأجل، أتوقع راح تأجل رمضان، راح يكون في رمضان. راح نسعد إن شاء الله بمتابعتك وشوفتك في شهر رمضان فنانتنا الجميلة جدا والمبدعة. شكرا على هالمداخلة. شكرا، كل الشكر لك، يعطيك العافية. مشاهدينا خلكم معانا وراح نواصل أيضا، ولكن الآن مع الفقرة النقاشية للزميل الفنان خالد الرويعي، وراح يتطرق من خلالها لموجة الأفلام القصيرة وما إذا كانت هذه الموجة انتهت ولا لا. خلونا نتابع خالد الرويعي مع ضيوفه ونرجع نواصل بقية فقرات برنامجنا الليلة. اتابعون بعد الفاصل موجة الأفلام القصيرة هل انتهت؟ في العام 1993 حصل المخرج عبد الله السعداوي على الجائزة التقديرية عن فيلمه القصير يستيقظ في الصباح في مسابقة أفلام من الإمارات، وبذلك يعتبر أول فيلم بحريني يفتح أبواب المنافسة في المهرجانات العربية التي كانت شحيحة وقتها. في ذلك الوقت كانت الجائزة عبارة عن كاميرا فيديو احترافية نسبيا قياسا بذلك الوقت، حتى أصبحت هذه الكاميرا تصور تقريبا معظم الأفلام المنتجة بحرينيا في تلك الفترة.
في العام 1994 وعلى مدار أسبوع كامل يؤسس مسرح الصواري مهرجان الفيديو الأول للهواة، والتي كانت حصيلته فتح الباب لهواة الأفلام من فنانين ومتابعين، حتى انطلقت فنون الفيديو القصيرة في عروض خاصة ومهرجانات محلية مختلفة. في العقد الأول أيضاً من الألفية الجديدة برزت الكثير من التجارب الفيلمية وراحت تنافس في المهرجانات الدولية، لكن قبل 5 سنوات أو أكثر غابت تلك التجارب. ترى أين اختفت؟ ولماذا غابت تلك الحماسة؟ أين ذهب العاملون في هذا المجال؟ وهل بالفعل غابت موجة الأفلام القصيرة؟ أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير. ولكن قبل لا ندخل في سلفتنا لهذا اليوم، خلنا نشوف هذا التقرير ونرجع لضيوفنا. الصورة بنطرشها حق ولدك لندن، لازم يشوف وجهك. يلا مرة ثانية. ايش رايك اصور ببنطلون؟ لا بيجيبون حق الفور. صادت ايش هالدخل؟ صادت الفور. حتى صوره واحده بقدر اخذ لهم. انا جاهزين. اوكي. هل انتهت موجة الأفلام السينمائية القصيرة؟ سؤال أصبح يتبادر على أذهان عشاق السينما وهواتها في البحرين. فقبل سنوات كان الكثير من المخرجين البحرينيين الشباب يقدمون تجاربهم السينمائية وأفكارهم وهواجسهم عبر كاميراتهم الصغيرة. صحيح أن هذه التجارب قد تكون بإمكانيات بسيطة، لكنها حققت نتائج وجوائز في عدد من المهرجانات الدولية الهامة. شبح أمة السكينة. الله ياخذك يا سكينة. ولكننا بدأنا نلاحظ في الفترة الأخيرة تراجع في نسبة إنتاج هذه الأعمال. يا ترى ما هو السبب الحقيقي وراء هذا التراجع؟ الشباب، الجهات المسؤولة، أم المجتمع؟ تساؤلات بنطرحها على ضيوف حلقة اليوم. هذا احنا مزرعتنا اللي تحبينها. انتي زينة، أنت الإشارة الصغيرة اللي تظللني في كل يوم، ظلتش دافي، نسماتش تبرد الروح، وفي عيونك الحلوة أشوف إن الدنيا كلها بخير. أنا متضايق عشان من هد الديرة قريب. شلون؟ نتحول في بيتنا الجديد في المحرق. يلا زينب لا نتأخر أكثر، صار موعد دواء أمش. حياكم الله أعزائي المشاهدين. بالفعل هل غابت موجة الأفلام القصيرة؟ شخصيا يمكن ما أسميها موجة، كانت موجودة، بس هل كان بحاجة إلى عوامل ثانية عشان ذي الموجة تستمر، وبحيث أنها تكون موجات توصل لشاطئ الأمان وترجع تمتد من جديد؟ بالفعل ما أبغي أبالغ لو قلت أن في فترة من الفترات كانت البحرين عامرة بإنتاج الأفلام القصيرة. ما يمر شهر إلا هناك في فيلمين نسمع أن أحد الشباب المتمرسين طبعا حتى في صناعة الأفلام القصيرة أنه قاعد يشتغل يا فيلم، يعني خلينا نقول 5 دقائق، فيلم 20 دقيقة، فيلم نص ساعة، وفجأة غابت دي الأفلام. ويمكن ما بيأبالغ حتى غاب صانعي هذه الأفلام إلا من خلال شخصين
يمكن متواجدين معي في هاي الاستوديو شخصين عزيزين علي، وأحس أنهم من الأشخاص المثابرين في إنتاج مثل هذه النوعية من الأفلام القصيرة اللي راح نسولف عن ذي الانحسار إن صح التعبير في الأفلام القصيرة. أعزائي المشاهدين، أنا رحب بصديق محمد راشد أبو علي فيك. وصديق محمد إبراهيم. يا هلا بك. محمد ومحمد محمدين. أنتوا تشتغلون في ذي الحقل صار لكم فترة، أفلام قصيرة، محمد يمكن اتجه بعدين إلى إنتاج فيلم روائي طويل، زين، ومعاصرين ذي اللي أبي أقول الأحداث، ما أبي أرجعكم بالذاكرة ولا أنتوا عارفين الموضوع، ويمكن أشرت في بالمقدمة مع السادة المشاهدين. زين، وين الأفلام الحين محمد؟ طبعا شكرا على إعطائي الفرصة بأن أنا كنت متواجد هنا. احنا لازم نتكلم من وين نبغي نتكلم، هل شلون بدأنا وإلى أين وصلنا ولا وأين نحن الآن؟ يعني هو هل انتهت الأفلام القصيرة؟ الأفلام القصيرة لا، ما انتهت، بل هي زادت، لكن هناك الاختلاف يبدأ في الجودة وفي المتلقي اللي تروح لهذه الأفلام. لكن اللي صار خلينا نقول من بداية 2005 مع انطلاقة مسابقة أفلام الإمارات للخليجيين أيضا، وصار هناك في مساحة للعرض للمخرجين، هناك صار في حركة متطورة سنويا للمشاركة، كل لأن قبل ما كان في أماكن لعرض الأفلام، فكان الكل يصنع أفلامه، لأن هناك حصل له منصة عرض موجودة في أبوظبي اللي هي مسابقة أفلام الإمارات، واللي تعرض من خلال أفلامك القصيرة إذا كانت جيدة. فهذه الفرصة عطت دافعياً وصار هناك في تواتر في عملية الصناعة. بعدين هناك طلع مهرجان الخليج السينمائي التابع لمهرجان دبي، الفرصة كبرت، السبوتلايت اللي بدأ المخرج يأخذ أكثر، عمليات التواصل مع صناعة السينما الأخرى صار هناك في تواصل، فبدأ المخرج يطور من أدواته ويطور من ثقافته السينمائية. حتى أبي أشير محمد، محليا كان عندنا مهرجان الصواري للأفلام اللي رجع في 2005 على ما أعتقد، وأيضا بعض المسارح مثلا مسرح الريف أقام كأنه دورة أو دورتين للمهرجان، أو يعني كأنه تحصيل مجموعة للإنتاجات البحرينية أن تكون هذه هي البداية. إحنا إذا أنا بروح لك وين هي الحركة في الفترة ما قبل 2006 في صناعة الأفلام، أنت تروح لمهرجان الصواري على ما أعتقد في سنة 93 أو 94 تم عمل مهرجان أفلام قصيرة الصواري، وصار هناك في إنتاج، لأن أنا متابع ايضا الاحصائيات لكن للاسف يعني ما تحضرني حاليا، لكن خلينا نقول بان هناك كان في السنه اللي فيها مهرجان الصواري 20 فيلم روائي قصير. صحيح. ف20 فيلم روائي قصير في بلد ما فيها صناعه افلام، وطلعوا مع ظهور مهرجان الصواري، كان هاي تعتبر الثوره إنجاز. الاولى الانجاز الاول للسينما البحرينيه. بعد مهرجان الصواري قام هناك في مهرجان السينما العربية الأول. مهرجان السينما العربية الأول أخذ طابع النجومية والريد كاربت وهذه ما كان هناك مو أفلام قصيرة، مو أفلام قصيرة ولا أن هي لصناعة سينما محلية، هي لصناعة الإعلام لا أكثر لا أقل. فهذه الشيء أخذ أكبر الاهتمام، فأنت تلاحظ من بعد المهرجان السينما العربية الأول صار هناك في دورة واحدة للصواري، وبعدها انقطعت الأفلام بشكل نهائي. يعني صارت هناك في حركة، مهرجان الصواري، مهرجان السينما العربية تتوقع أن هناك رايح يكون في تواصل، لكن توقف مع وقوف هاي الفعاليتين، ولأن هناك ما كان في خطة واضحة أو طريقة واضحة بأن ماذا نريد أن نفعل للسينما المحلية. كلها تجارب شخصية، كلها أفكار للعمل في السينما، لكن مو أفكار لتأسيس سينما. وواصل على كلامك محمد أن المهرجانات الخليجية فتحت يمكن الباب للكثير من المخرجين اللي عندنا في البحرين، أن كان نافذة أن يعرضون نتاجاتهم خارج البحرين. محمد حدثني عن ذي التجربة، هل بالفعل هي ساهمت
في أن تشكيل نواة لنتاجات الأفلام القصيرة؟ في البداية شكراً على هاي الاستضافة. إذا احنا بنتكلم عن طبعاً مجال صناعة الأفلام مجال واسع متشعب ويعني يلم العديد من الفنون يعني داخل هاي المجال العام والشامل، فبنرجع مثلاً إلى 5 سنوات مثلاً أو 10 حتى من البداية راح نشوف مثلاً المهرجانات اللي لعبت دور كبير في تحريك اللي هو قريحة المهتم الخليجي. عندنا مسابقة أفلام من الإمارات، وعندنا اللي هو مهرجان أبوظبي بعدها، وعندنا مهرجان الخليج. هاي المرحلة مرحلة جدا مهمة. أنا أعتقد منصة العرض جدا مهمة إلى المخرج الخليجي، بالإضافة إلى المهرجانات بشكل عام. يعني غياب المهرجانات حاليا، غياب المسابقات، أعتقد أنه أثر بشكل أو بآخر على العملية الإنتاجية بشكل عام. في غياب حالياً إلى الكثير من الوجوه البحرينية المهتمة بصناعة الأفلام، وأعتقد أن هذه مشكلة. إحنا يعني ليش محمد ذي الغياب؟ يعني في رأيك؟ يعني أعتقد أن وجود مهرجان مثل مهرجان الخليج جداً مهرجان مهم، واعتقد ان يعني الاسباب اللي ادت الى غياب اللي هو مثل هاي المهرجانات يمكن شح الميزانيات في بعض المهرجانات. فاعتقد بس محمد يعني انت الان اكو قاعد تشتغل، لا قاعد تنتظر مهرجان ولا شيء. محمد قاعد يشتغل بالضبط. يعني هل هو يعني انا مخرج لازم احصل لي مهرجان؟ لا طبعا، هو في النهايه اذا احنا بنتكلم عن المهرجانات مختلفه ومتنوعه في كل العالم. صحيح. يعني اذا بنرجع للمهرجانات في اوروبا وفي امريكا. صحيح. وامريكا الجنوبيه وبالاضافه الى كندا وكل العالم بشكل عام تقريبا بمعدل مهرجان بشكل يومي او مهرجانين. صحيح. طول السنه. صحيح. ولكن مع تنوع هذه المهرجانات، طبعا في مهرجانات ذات جوده وفي مهرجانات ذات مستوى وفي مهرجانات ايضا متواضعه والى اخره. في تنوع، في خيارات موجوده، ولكن مهرجان الخليج كان بطابع الخليجي. كنا احنا كخليجيين لما نلتقي مع بعض، لما كنا احنا نجتمع مع بعض ونتواصل مع بعض، نتبادل افكارنا مع بعض، نشوف تجاربنا احنا مع بعض، نمثل بلداننا في هاي الجو الجميل. يعني كان في تواصل مهم، وهذا التواصل ايضا ادى الى تعاون كثير من المخرجين. صحيح. سواء الاماراتيين او البحرينيين او الخليجيين بشكل عام، تعاونهم مع بعضهم البعض. صحيح. يعني شفنا مثلا تجربه اماراتيه مثلا روائيه طويله، مثلا عندنا من البحرين عمار كوهجي مساعد مخرج كان او مخرج مساعد، عندنا مثلا محمد حسن احمد ككاتب اماراتي كتب الى اخونا محمد راشد بو علي. فهي التواصل وهي الاشتغال كان موجود، في تواصل. زين يعني انا ادرك تماما ان المهرجان الخليجي كان مهم، وان كان يعني 3 دورات فقط. ست دورات. اوكي، 6 دورات. طيب وقف ذي المهرجان، بس هل هذه مبرر كافي محمد ان وين الاسماء اللي كانت تشتغل؟ هني تقع المشكله العوده. يعني انا ابي اشير الى ان ابي اشير ان هل 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 غياب الجديه، هل غياب الحماس، شنو بالضبط؟ يعني شوف، خلينا نكون واضحين وصريحين. اللي قدمه مهرجان الخليج السينمائي كان حلم اللي يتمناه اي مخرج موجود في الخليج. كانوا يصنعون افلامهم، تجيهم دعوات، يروحون يعرضون افلامهم، يلتقون فيه مع العالم، عندهم سكن، عندهم دورات تدريبية، عندهم لقاءات، وكل شيء كان متوفر في مكان واحد. لكن هل هذا الشيء يقدمه بس مهرجان الخليج السينمائي؟ هناك أيضا تابع لمهرجان الخليج السينمائي، هناك مهرجان دبي السينمائي، وأيضا هناك مسابقة خليجية، لكن المعايير ارتفعت بأن أنت للمشاركة وللقبول في مهرجان دبي السينمائي في المسابقة الخليجية يجب أن يكون معيار الفيلم كجودة الفيلم، المعايير أصبحت جدا عالية. لأن أنت تتنافس مع كل الخليج. صحيح. إلى الاختيار 15 فيلم مثلا. صحيح. بينما قبل كان يعرض 40 فيلم قصير في المسابقة القصيرة، 30 فيلم مسابقة الطلبة، أفلام رواية طويلة، أفلام وثائقية. كانت هناك يعني مرحلة اللعب، فكانت مرحلة راحة وفرصة للاطلاع. هناك في وايد ناس اللي بدأوا يحسون بأن هناك من الصعوبة الوصول لمهرجان دبي، أو أن ما قاعدين يفكرون أن وين الخيارات الأخرى. يعني
هناك على مستوى الوطن العربي، على مستوى آسيا، على مستوى أوروبا، على مستوى أمريكا، وايد مهرجانات تعطيك نفس الخيارات ونفس الأشياء اللي تعطيك إياها كنت تحصلها في مهرجان الخليج السينمائي. فأنت إلى أي درجة بتدفع نفسك، بتعمل، بتحاول ترفع مستواك بأن أنت تستطيع أن توصل وتحضر هاي المهرجانات. وهذا اللي كنت بأشير له محمد مسامحة، بس أنه يعني الجدية وين هي؟ بالضبط، هو الجدية أنا أشوفها هي أهم شيء. يعني إذا المخرج هو جاد فعلاً ما راح يعيق أي شيء. يعني إذا إحنا بنتكلم عن العملية الإنتاجية مثلاً، العملية الإنتاجية عملية جداً صعبة ويعني متداخلة، تحتاج إلى ميزانية، عندك أنت طاقم متكامل. العملية الإنتاجية هي عملية جداً مهمة وجداً ضرورية في مجال صناعة الأفلام. يعني إذا بتكلم مثلاً عن مثلاً علاقة الشاعر بمجاله، فهي علاقة ورق وأحاسيس وقلم في النهاية، بالإضافة إلى الإصدار إذا وجد. العلاقة مختلفة يعني مع كل هاي الطاقم جدا مختلفة، تحتاج إلى ميزانية، تحتاج إلى سيناريو قوي تبدأ فيه. احنا عندنا الشح في كتاب السيناريو، طبعا الدعم مهم، ولكن أنا أشوف أن الدعم ما ممكن يعطل أي مخرج فعلا يبي يثبت وجوده. محمد، بنتقل حق مرحلة الدعم لاحقا، بس أبي أشير إلى منطقة، يعني خصوصا ترى الفرق فنيا وتقنيا، على افتراض من 2010 بشكل بسيط، من 2010 إلى 2018 وذي الثورة الهائلة في التكنولوجيا. الآن الناس تصور أفلامها بالموبايل، يعني ما بي أقول أنا ما بتكلم عن الجودة الآن، أبي أتكلم فقط عن الصناعة، ان الناس اكو متجهة، ان حاب على الاقل فيها عندها فكرة معينة تبغي تبرزهم. اتفقنا على ذي زين، ذي يصلح حق مهرجان، بس القصد ان في كثير اشياء توفرت. يعني انا يعني على سبيل المثال، في هناك على ما اعتقد في احدى الجامعات عندهم راح يقيمون مهرجان الافلام القصيرة، وفي 20 فيلم بس. عاد يعني انت لما تشوف ذي الرقم تحس انه اوه، يعني في ناس قادره تعود كاميرا وقادره تسوي مونتاج حتى لو بسيط وقاعده تشتغل. انزين وينهم؟ مو يعني ما في، يعني هذه هاي مشكله محمد. تشوف هو ترى لا يزال هناك في انتاج افلام. انا اقول لك في البحرين يمكن سنويا ما ابي ابالغ، بس على الاقل هناك 100 فيلم قصير حاليا ينتج في البحرين سنويا. لكن في كل مسابقة أروح أشوف أفلام مختلفة، لكن وين هناك الوعي؟ وين هناك التطوير؟ هناك صار في كثرة في المسابقات اللي تبي تدعم أفلام، إيه يعني أو اللي تقول أن أنا أدعم سينما، لكن في الأساس هم ما يعرفون شنو السينما. تداخل التكنولوجيا مثل ما قلت أخوي، وهاي شيء يعني، وهاي هو الموضوع الأخطر يعني. لأن هناك في سينما، هناك في تلفزيون، صار هناك في يوتيوب، صار هناك في إنستغرام، صار هناك في سناب شات. يعني المفروض ذي ملهم، وسائل السرد، وسائل سرد القصة والحكاية والحالة صارت مختلفة لكل شيء منها. صحيح. هناك جهة، هناك جمهور مختلف. صحيح. هناك طريقة تنفيذ مختلفة وقواعد وقوانين، لكن بدأ يدخل الحابل بالنابل. صحيح. يعني صحيح. صار أن كل واحد يسوي فيلم يحطه في اليوتيوب يقول أنا سويت سينما. أنا سويت سينما. فهناك تعال، هناك وين هي صناعة السينما إذا كان هاي سينما؟ ليش الدول العالم عندهم هيئات، عندهم مؤسسات وهي صناعة؟ السينما ليست مجرد مجموعة أفلام قصيرة تسوى وتعرض في المهرجانات. هذه المجموعة كانوا حابين يصنعون سينما. عدم وجود القاعدة لصناعة سينما خلى أما يتوقفون، لأن هناك ليست وسيلة للتطور للمضي في هذا القطاع. أنا أحب أشير بس إلى نقطة وايد مهمة، وهذه يمكن حتى جمهورنا سادة المشاهدين يعني يطلعون عليها. ترى فكرة إنتاج الفيلم القصير مو عجز أن أنت تنتج فيلم طويل، هي فن قائم بذاته.
الفيلم القصير له خصوصياته ولا تشوف مخرجين وصل عمرهم 60-70 سنة وهو لحين قاعد يشتغل على صناعة الأفلام القصيرة، لأن لها فلسفتها الفنية الخاصة، مثل ما الأفلام الروائية الطويلة اللي نشوفها في السينمات لها فلسفتها الخاصة. هناك أيضا في سينما الشركات ذي المنتجة، وهناك حتى خلينا نقول السينما المستقلة يطلقون عليها، يعني اللي احيانا انتاجها يكون حتى لو عالي الا انه هو في استقلاليه حتى في صناعه انتاج الفيلم. في بعض نتاجات الافلام خصوصا اللي تعرض في السينما عندها شروط جماهيريه مثلا معياريه لكيفيه تعرض على الجمهور، في سينما لا، مستقله تحافظ على خصوصيه انتاج الفيلم نفسه. ولذلك انا ارجع واقول المشكله، انت يمكن صحيح محمد ذكرت انه بالفعل في 100 فيلم، ولكن ذي الفيلم اللي حط لك كاميرا كذي اللون ويقول لك مثلا انا صورت فيلم واهم شيء الاسم جيت ورا، يعني الاشكاليه تقع ان هناك في 100 فيلم ويتم قبولهم في مسابقات محليه ويتم تكريمهم. ما بس ما في وعي لنا لا. ايوه اين هو الوعي بالسينما؟ زين شنو دوركم انت محمد؟ انا اول شيء يعني اشوف انه في اشكاليه في فهم الناس الى الفيلم القصير حاليا. أيوة. اذا نرجع تاريخيا الى بدايه تاريخ صناعه الافلام بشكل عام، في سنه 1895 كان اي شيء يصور عبر الكاميرا السينمائيه يعتبر فيلم. ما كان في صوت. صحيح. كان يعتبر اي شيء يسمونه فيلم. صحيح. في ذيك الفتره. فالإشكالية حالياً إحنا رجعنا تقريباً إلى 1895 تقريباً، لأن المفاهيم اختلفت حالياً. إن شنو هو الفيلم القصير كمفهوم أول شيء عند المتلقي؟ ما هو الفيلم القصير؟ الفيلم القصير عنده دقيقة في الانستغرام، دقيقة في الانستغرام مثلاً أو دقائق في اليوتيوب. فممكن إن أي شخص ممكن يكون فيلم ميكر حالياً، ممكن يكون مصانع فيلم. أعتقد إن هي إشكالية. إحنا بحاجة إلى مزيد من الوعي، محتاجين إلى كثير من المؤسسات أنها توعي المتلقي بحيث أنه محمد وين مؤسسات؟ أي مؤسسات؟ يعني حالياً ما عندنا إحنا مؤسسات للأسف. لا يعني يعني لا لا ما عليه، خلا أنت حاجة. نادي البحرين السينما وينه؟ النادي حاليا انا موجود عموما في ادارته. إيه؟ عضو مجلس اداره حاليا. زين طحنا على كنز يعني. وطبعا اي كنت اتكلم قبل يعني، وكنت اقول نفس الكلام، كنت اقول وين دور النادي. فقلت لازم ادخل النادي واحاول اغير من الداخل. إيه؟ احاول اثبت وجودي واحاول شوي اقدم شيء واضيف. إيه؟ الى الاخر يعني محمد انا اعتقد ان دور النادي كونه شبه النادي المتخصص او يعني نادي البحرين للسينما هو الوحيد في البحرين. اوكي بالضبط. اللي ابي اقول هذه النادي المفروض لا تواجد في الجامعه، لا تواجد في المهرجانات. كثير من الوزارات الان عندنا في البحرين او حتى المؤسسات تقيم تقول لك مهرجان افلام، مو انتم فهموا اول شيء شنو فيلم الا تسوي مهرجان افلام. زين النادي المفروض له دور في ذي. ليش هو ما يبادر في انه بالفعل انا يكون لي لا ولو يد بسيطه احيانا في 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 مثل هذه الاماكن اللي هي قاعده تروج بزعم ان ذي مهرجان افلام قصيره يعني، وهو في النهايه يعني ما اعرف شو يسمونهم بس يعني مو بافلام يعني يمكن يعني بعيون. بالضبط. وطبعا مو دفاعا عن النادي، ولكن انا اشوف انه في محاولات حاليا يعني في الاداره الحاليه في محاولات، لكن بعد مهما كان انت تتكلم عن نادي ما يملك حتى ميزانيه كافيه، يعني انت تتكلم عن ربع ميزانيه المسارح البحرينيه يستلمها النادي. فاعتقد ليه كم؟ ما تتعدى 3000 دينار يعني او 3000 يعني مو زينين ولا شيء يعني تقريبا. يعني اذا انت فعلا حاب تطرح مشروع، حاب تطرح مثلا مبادره معينه لدعم الشباب مثلا، حاب تطرح مثلا بعض الافكار، انت تحس نفسك في النهايه مقيد. ولكن احنا نقول كل هاي الامور ان شاء الله ما راح تكون عائق. في النهايه الشخص اللي يحب انه يصنع وبيحب انه يكون موجود في الساحه بيكون موجود مهما كان. يعني انا حاليا عندي فيلم روائي قصير اشتغلت عليه قبل كم شهر. في النهايه ما كنت افكر انا يعني شلون بنتج هذا الفيلم. انا كنت اقول لازم انتج هذا الفيلم لا اكثر ولا اقل. فاحنا بعد
يعني كمهتمين في مجال صناعة الأفلام كمخرجين إحنا أهم شيء يكون عندنا الشغف الحالة حالة الاشتغال هذه لازم تكون موجودة علشان فعلا يكون في نتاج فني. نفس الشاعر أو الكاتب يعني اللي مثلا يمر عليه شهر ولا أسبوع يقول لك ما كتبت شيء معقول يعني يعني المفروض حتى السينمائي عنده ذي الشغف إنه من زمان ما أدرت لوكيشن من زمان ما شفت فريم في كاميرا كذي يعني. ولذلك أنا أرجع وأقول يعني حتى قبل الهندش الاستوديو كنت أسولف ويا محمد على سالفة أنه ضروري الآن الناس توعى إلى أهمية أنه يكون عندك أنت فيلم بحريني وذي حتى في كون ان عندك فيلم برا يعرض في المهرجانات خصوصا الدوليه يعني هذه انت مكسب لك كبلد ومكسب انت حق فنانينك ايضا. ولذلك ارجع واقول يمكن محمد على سالفه الاشتغال النادي لازم في اساليب ممكن تتغير ما اعرف انا قاعد اطرح حلول او مقترحات ان النادي ممكن انه هو يبادر هو يروح يعني انا عندي مثلا جامعه البحرين في قسم اعلام يعطيك ما ابي اقول تصوير سينمائي ولا فلسفه افلام ولا كذا بس الاساسيات ذي بس لما النادي يدش طرف في الموضوع ممكن تكون له مساهمه حتى ولو بسيطه في يعني تكثيف الدورات مثلا ذي اعتقد انه هي منشط محمد ولا لا هو هناك في إشكالية عودة يعني أنا كنت أيضا عضو مجلس إدارة كنت نائب رئيس مجلس الإدارة في دورتين يعني إحنا فنادي السينما هو موضوع مختلف شوية صدق إنه هو المكان الوحيد المعني بالسينما هناك في قاعة صغيرة جددناها في فترة من فترات أساسا إن هي تواكب تطورات التقنية للعصر وهذه لكن هناك الإشكالية العودة في نادي السينما هي قانون النادي لا يسمح له بأنه يكون حاضر مع التطور اللي قاعد يصير في السينما النظام الأساسي لنادي البحرين للسينما يجب أن يغير ويجب أن يتم إعادة تأسيس نادي السينما بشكل يتماشى مع متطلبات العصر المتطلبات الحالية الوضع الحالية الأهداف الحالية اللي يجب أن توضع للتفكير لتطوير السينما في البحرين هي ليست نفس السينما كانت 1981 زين وليش ما تغير وتعدل هذه شيء تابع لنادي البحرين للسينما رجع له أنا حاولت يعني يوم كنت هناك طرحت الاقتراح وحاولت بس يعني الموضوع شوي زين وشركة البحرين للسينما وين هي؟ لا شركة البحرين السينما حالة أخرى شركة البحرين لو الشركة البحرينية لأن في فرق ما بين الشركة البحرينية الشركة البحرينية لا هي الشركة المهتمة كانت لا شركة البحرين للسينما اللي تعرض الحين الأفلام في السينمات اللي تعرض وين هو يعني حاليا هي مهتمة كشركة شي طبيعي بالشباك مهتمة بالأفلام الأمريكية شي طبيعي أنه بيكون اهتمامها بهاي الطريقة ولكن احنا نقول شيء مهم وشيء ضروري انه يكون في تكاتف لازم يكون في تكاتف من كل هاي المؤسسات انا اطرح ذي محمد لسبب بسيط يعني شركه البحرين السينما شركه عريقه موجوده عندنا في البحرين هي اللي يمكن تاسست على يدها الكثير من السينمات في البحرين ما يمنع انا كشركه او كنادي اني افتح لينك افتح باب مع ذي الشركة يعني لمجرد التباحث حول مستقبل مثلاً ما نبي نقول الأفلام الطويلة عندنا يعني تخصص يوم واحد قاعة صغيرة 200 نفر حق عرض النتاجات الأفلام القصيرة لأن الناس يعني وأنا أقصد بالناس هم اللي يعرفونه في السينما إنه يروحون السينما ذي اللي معروفة التجارية ذي ما يعرفون إنه في فيلم قصير زين مو هذه الفيلم القصير أنا على الأقل في البحرين لازم عندي المكان اللي يحتضن عروض هذه وعندي وسيلة الترويج حق ذي النوعية من الأفلام يعني ولا إيش رأيك محمد شركة البحرين السينما حالة استثنائية حالة أخرى مثل ما قال هي شركة أنا أفهم إن هي تجارية هي شركة تجارية شركة مدرجة في البورصة لكن هناك وين هي مسؤوليتها تجاه صناعة السينما في البلد اللي هي الشركة المهيمنة على صالات العرض للسينما
من أول ما بدأت إلى الآن كم فيلم ساهمت شركة البحرين للسينما في دعمه إنتاجه أو عرضه بدون مقابل؟ فقط للدعم. أنت تتكلم كم سنة حين الشركة؟ إيش كثر هي الإيرادات من سياحة السينما اللي قاعدة تدخل البحرين؟ شنو هي اللي قدمت للبحرين من خلال إنتاج أفلام تساهم في رفع صورة البحرين؟ زين محمد بتقول لك الشركة بتقول لك أنتوا أفلامكم بعد وين الأفلام من زين؟ ما هو حتى قبول الأفلام أنت معاملتك كبحريني لما تروح هي معاملة أي فيلم آخر. أنت بتدخل ما في اعتبارات خاصة يعني. لا يوجد اعتبارات لصناعة السينما المحلية. أنت بتعرض في الصالة، أنت تدفع قيمة الصالة، هي مسؤوليتك إذا أنت بتأجرها، إذا أنت بتكون إحنا لأن الأفلام البحرينية ما عليها قبول، عروض معينة على حسب عدد الصالات، نسبة واضحة وصريحة، يتم معاملتك معاملة لا. والأمريكي له الأولوية للحصول على القاعة، الفيلم الأمريكي لأنه هو مرتبط بعقود مسبقة وضامن المبالغ المالية اللي رايح يحققها منه، بينما أنت كبحريني هو مو ضامن، هو بيحطك تست أن أوكي مش الفيلم حققه يجرب فيك، لكن ما يعطيك أي دافع أو التزام أو سبورت بأن والله لا، لأن هاي فيلم بحريني أنا بسوقه بشكل أكبر، أنا بعطيه عروض حتى مجازفة بأن ممكن أن ينجح. زي محمد تحكيتوا في ذي مع المسؤولين دائما احنا نتناقش في هاي الامور، سواء في النادي نادي البحرين للسينما او بيننا احنا كمخرجين، دائما تكون في شبه مبادرات خلنا نقول يعني، ولكن يعني احنا نتمنى ان يكون في تكاتف من الجميع. في النهايه السينما هي واجهتنا، واجهه البلد. اي فيلم بحريني هو واجهه الى البلد، واجهه الى ثقافتنا الجميله. صحيح. ثقافتنا الحلوه وقضايانا الحلوه و هاي الأرث الجميل من ثقافتنا، من لوكيشناتنا الجميلة، من مواقعنا الحلوة. فالاهتمام والعناية بالفيلم البحريني شيء مهم وضروري. زين هو سؤال محمد، في دعم ولا لا؟ في دعم ولا لا؟ يعني أقصد كان في يوم من الأيام في شبه مبادرات أو في مبادرات، ولكن المشكلة هي وقتية. يعني كان موجود عندنا صندوق دعم الفيلم البحريني، كان سنة واحدة موجود واختفى. كان عندنا مهرجان أفلام البحر واختفى. كان عندنا أكثر من يعني مبادرة واختفت أيضا، حتى مثلا دعم مثلا وزارة شؤون الإعلام إلى فيلم الشجرة النائمة إلى أخونا محمد أبو علي، بعد كان بعد حالة وقتية يعني ما في خطة زمنية. احنا نتمنى أن يكون في خطة واضحة، خطة زمنية مثلا، خطة واضحة والله أن في كل سنة مثلا يكون عندنا فيلم روائي طويل، أوكي في خطة واضحة، والله إنه يكون عندنا هالقد فيلم قصير. نحن نبي نحدد الجهات المسؤولة، يعني من اللي مسؤول عن من يعني؟ ترى هني أنت تحط مثل ما تقول أساس النقطة الأساسية، المشكلة اللي تواجهها السينما في البحرين. مثل ما قال محمد، كان هناك في مبادرات. على سبيل المثال أنت أولا لازم تفهم من هي الجهة المسؤولة عن السينما. أنت إذا حين عندك فيلم، من هو المسؤول عن صناعة السينما في البحرين؟ هل هي الثقافة؟ هل هي الإعلام؟ هل هي السياحة؟ هل هي الصناعة؟ هل هي التجارة؟ لأن السينما تقع ضمن كل هذه التخصصات حتى المالية. فأنت من هو الشخص؟ حتى الجامعات وحتى الجامعات والتدريب والفنون. فدائما في أغلب الدول أن هناك في هيئات معينة، منظمات معينة مسؤولة على صناعة السينما في هذه البلد، سواء جذب الاستثمارات الخارجية لتصوير الأفلام في البلد، سواء لدعم صناع السينما في البلد، عمل دورات تدريبية، تنمية القطاع، لأن أنت تتكلم قطاع صناعي، قطاع السينما قطاع صناعي. حاولت مثل ما قال محمد مع وزارة الثقافة، الشيخ خمي كانت هناك، سوينا مبادرة اللي هي صندوق دعم الأفلام وساعدنا. صحيح. 4 أفلام قصيرة. صحيح. أحد محمد كان أحد أفلامه. قمت مع الوزارة الثقافة هناك، قمنا طورنا المشروع بأن سوينا مسابقة أو مهرجان أو أيام البحرين السينمائية. أيام البحرين السينمائية كان مشروع بأن كل سنة يكون هناك له ثيم معين، وهاي الثيم يتم في دعم أفلام. فقمنا بدعم صناعة 14 فيلم قصير يتكلم عن البحر ب 14 مخرج، وأيضا محمد كان أحد المخرجين اللي استفادوا من هاي المبادرة، وجبنا صناعة صناع سينما من برا، وتم عرض الأفلام وتوزيع جوائز
وايضا اخذت هاي الافلام وتم عرضها في مهرجانات دوليه عديده، وسويت فعاليات خاصه بالسينما البحرينيه تتكلم عن البحر بعض الافلام. فكان هناك في هاي المبادرات، لكن ما في جهة مستعدة يعني أن هناك يكون في استمرارية. وهذه مو مجهود شخص واحد، أنت لازم تقول أن هناك في جهة، يعني خلينا نقول إدارة، منظومة إدارية تهتم بشكل واضح صناعة السينما. صناعة السينما حاليا تغيرت، احنا قاعدين نتكلم عن أفلام قصيرة وهاي، لكن سوق السينما مع انفتاح سوق السينما السعودي، سوق صناعة السينما الآن كلمة أخرى، أن هي تتكلم بالمليارات. يعني صناعة من أمريكا بيون المنطقة، الدول العربية بتي المنطقة، لأن هناك انفتاح سوق وهناك في مكان للعرض. حتى الفيلم البحريني مع كثرة وجود صالات العرض، احنا لأن في البحرين عندنا 60 صالة، بينما لما تتكلم هناك في 2000 صالة، حركة السينما رايحة تتغير مع هاي الحركة. هل عندك انت صناع سينما في البحرين؟ محمد انا محتاج بعد يعني صناع سينما في البحرين شغوفين مو مزاجيين بعد. يعني ابي ناس لما القي عليهم مشروع لا يعني قده يعني، بس ما ابي انه اقول لك يعني في فترة من الفترات يعني الواحد يفرح انه يشوف ذي الكم الهائل يعني، ونسبيا افلام معقولة كانت، بس فجأة انهم اختفوا، طلعوا من الارض واختفوا شي مرة واحدة، زين وينهم زين كانوا؟ فتعرف اللي وفي نفس الوقت تقول بعد زين الجاد اهم شيء هو اللي يستمر. فاحنا بحاجة يعني بالفعل انت مثل ما قلت الى توحيد جهود، وذي يمكن النادي هو المخول رسميا انه يقوم فيها. يعني انا ولا محمد بشكل افراد كذي هاللون بنروح ماري حق اي وزاره او حق اي جهه بنقول له احنا عندنا، بيقول لي انت من؟ اوكي انا اشتغل في ذي الموضوع وكذا، بس اقصد كتنظيم كمؤسسه. وغالبا ما ينظر للموضوع انه ذي شغل مؤسسات يعني، فيحبون هم الاستمرارية ذي. أبي أخذ محمد كلمة أخيرة شيء منك بس. أتمنى طبعا يعني كل التوفيق إلى كل المخرجين الشغوفين يعني، وأتمنى من كل المخرجين أن الشغف يتحرك فيهم في داخلهم أكثر ويهتمون بهذا المجال. في النهاية أيضا أتمنى بعد أيضا من الجهات المختصة بدعم واحتضان كل المخرجين الشباب، سواء من خلال الأفلام الروائية القصيرة أو أيضا الأفلام الروائية الطويلة، لأن إذا بنرجع تاريخيا إلى عدد الأفلام الروائية الطويلة في البحرين فعددها جدا محدود مقارنة بالدول الأخرى. فإحنا نتمنى أن إحنا تكون عندنا أفلامنا الخاصة فينا إحنا كبحرينيين، سواء كانت قصيرة أو طويلة، الأفلام الجميلة اللي ممكن تمثلنا. وهي مو سهلة ترى أكيد طبعا يعني يبيلها جهد مثل ما قلت يعني. وإن شاء الله إحنا أيضا بعد في نادي البحرين للسينما نحاول إن شاء الله أن بقد ما نقدر أن إحنا نحاول أن إحنا نضيف إن شاء الله، نتواصل مع كثير من الجهات إن شاء الله. إن شاء الله لكل مجتهد نصيب أيضا. والله يعني أنا أتمنى طبعاً أن هناك يصير في حركة أو تحرك من أي جهة من الجهات، مع أنه يعني ما أتوقع، لكن لازم أن هناك نعرف بأن هناك في العديد من الشباب والأشخاص والفنانين اللي أعرفهم بأنهم جادين ويعملون. إحنا يعني في ممكن صار هناك في توقف عن بعض الشباب، لكن هناك البعض عندها القابلية. الأفلام القصيرة أنا أحبها وأحسها بأن هي مثل ما قلت هي فن متكامل. بديت أن أنا بعد الفيلم الطويل اشتغلت على فيلم قصير ككتابة، لكن مع الوقت والكتابة تحول إلى فيلم روائي طويل آخر، لكن كان حلمي بأن أنا أرجع سويت فيلم طويل، لكن راجع أبقى أسوي فيلم قصير، وصارت الصدف بأن تحول إلى فيلم طويل آخر. لكن لا يمنع أن فن الفيلم القصير يعتبر من أجمل الفنون، وأتمنى أن يكون هناك في صناعة السينما في البحرين. متفائل بالوضع؟ لا متفائل؟ إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، عندي رأيين، يقول واحد منهم متفائل والرأي الآخر يقول لي لا. اللي أبغى أقوله أنا شخصيا، الفيلم مرآة البحرين، وإذا ما توجهنا بالفعل إلى فتح الأبواب لصناعة هذه الأفلام ورعاية هذه الكوادر مليئة عندنا في البحرين
من صناع أفلام ومن فنيين ومن مصورين ومخرجين، يمكن ينقصهم الاهتمام، يمكن ينقصهم شوية دفعة بسيطة، شوية تدريب، شوية لفت انتباه. الجماعة بس بحاجة إلى أحد يمر عليهم ويقول لهم يعطيكم العافية، لأن من المهم أن الناس تحس أن شغلها وجهدها محل تقدير. وإذا كانت البحرين هي وجهتنا فأكيد ذلين كلهم يستحقون التقدير. أنتقل وياكم إلى الفقرة التالية وأشوفكم الأسبوع الجاي على رأي جديد. تتابعون بعد الفاصل. هو أنا مؤمن بحاجة، هذا فلسفتي الشخصية، أن هي في العروق، التسويق في العروق. حياكم الله من جديد، ومن ريم رحمة للإعلام السعودي المتميز والناشط في وسائل التواصل الاجتماعي محمد الموسى، واللي يعني شفنا أو شفناه بمقابلة تلفزيون البحرين خلال تواجده في ديرته الثانية، بلد الثاني مملكة البحرين. محمد يا مرحبا فيك. أهلا وسهلا، حياك الله أبوي. أنت سويت ضجة في فيديوهاتك يا محمد، دائما تسوي ضجة. ما هو لازم تسوي ضجة خصوصا في السوشيال ميديا، لازم ضجة، بس الضجة الإيجابية الحلوة. الحمد لله. محمد يا مرحبا فيك. هلا وسهلا، في بيتك ومكانك. أما يحتاج أهلي خصوصا من الخبر شرقية. يا سلام عليك، سرد ورد على قولك، البيت واحد. أي يا سلام عليك. أنا نص بوحريني نص سعودي. بوحريني ها، ركزوا عليها بوحريني. عموما رايح أرجع لك يا محمد. حبيبي. لكن خلينا نشوف هذا التقرير ونبتدي مع محمد الموسى بعد هذا التقرير. اللي شفته ما شفت محمد الموسى، ما شاء الله شفت عارض موديل ما شاء الله عليك. ها توم كروز، والله انت مغطي بالشماغ غير وبالبدله غير بالكجول غير. ما هو يكبرني الشماغ يا اخي، احبه لكن كبرني. يكبرك أيوة. ولا انت صغير؟ وانا 23 تمام. ولا انت صغير؟ 12 محمد، انت يعني مقل في ظهورك على التلفزيون، يعني قبل يمكن كان عندك التقويم، الحين وين التقويم؟ ابتسامتك حلوه ما شاء الله عليك يا اخي، هدك. لكن في نفس الوقت انا إذا كان مذيع زيك، والله أقولها بدون مجاملة، مالك زود حبيب ضحوكي يا سلام. سوالف لا مانع، لكن الأغلبية تكون فيها رسمية، زائد حتى أكون شفاف أكثر. أنت استضفتني ما تبغى تحرجني، أنت تبغى تسولف معاي أكيد. تاخذ سوالف لا لا لا، بدون ذكر أسماء، بدون ما أحدد أحد. البقية يبغى يحرج الضيف، يبغى يسأل أسئلة المفروض أنها ما تنسأل، ومن هالسوالف يعني، خصوصا لما يكون السوشيال ميديا عليهم غضب زعل ما أدري إيش أصنفه. الأغلبية من السوشيال ميديا لما يستضيفونهم ألاحظ أن أغلب الأسئلة اللي تكون كيف أحرجه، بطولة ترى بطولة، شلون أنا أطلع الجانب السلبي من محمد وغير محمد. ليش بالضبط يا أخي؟ الريال طالع بطريقة إيجابية وطالع بكل إيجابية اللي عنده، خلا كمل أن الإيجابية اللي عنده، المجتمع بحاجة إلى إيجابيات يا رجل. طب تدري شلون مش إيجابية؟ خلنا نقول أنا لا إيجابي ولا سلبي، أنا والله واحد لا أقدم لا هذا ولا هذا، أتكلم عن حياتي الشخصية، وصادف أن الناس تابعتني. أنت إيش مضايقك؟ شل مزعلك؟ صارت عندي سبحان الله والناس تحبني على وش يحبون. أنت زعلك قد يكون سؤالك صحيح، على وش يحبون؟ أنا أحس أنه ما قاعد يقدم شيء، أنا مش لازم أقدم شيء. أنت استضفتني عندك صح، أنا ضيفك، إيش ما كان اللي أقدمه حتى خلنا نقول تافه، ما يحق لك انك تحرجني على الهواء، ما يحق لك انك تسالني نوع من الاسئله هذه اللي تطلع انت في نهايه اللقاء انت الناجح، انت اللي احرجته، اعطيته اسئله خليته يتوتر، والضيف المسكين طلع صدق يعني. عمر الاعلام ما كان بهذه الطريقه، الاعلام رساله وهادفه. انت بالضبط. اليوم جماهيرك واحنا جماهيرنا اللي يشوفونا
من كل فئات المجتمع، الكبير والصغير، المتعلم والغير متعلم. جميل. انا ليش اطلع لهم ان الاعلام رساله سيئه جدا؟ لا بالضبط. ابد بالضبط. انا اطلع شخصيه جميله جدا اليوم موجوده في مواقع التواصل، نفس الشخصيه اللي موجوده هناك موجوده في التلفزيون، لا فرق. وعد 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 اقولها وليس مجامله والله، لو كل المذيعين والمقدمين للبرامج زيك والله لو وافق عليك زود. يعني يجب ان اعترف اني رفضت. لا والنعم فيك يا محمد ما شاء الله عليك. البارح بامانه ومن غير ذكر اسم القناه، لما نزلت انا في سناب شات انه راح يكون عندي في التلفزيون البحرين وما الى ذلك، دخلت علي مقدمه وطلبت مني وقالت لي انا حابين نستضيفك. قلت انا اسف لان اعرف المحتوى حق البرنامج. وقبلها ايميل جاني، ايميل برضو من قناه ثانيه من شاب مقدم وليس مقدمه، وبرضو اضطريت ان انا ارفض لاني تفرجت على حلقاتهم وتفرجت على المحتوى. كيف احب ضيفي؟ انا ما احب ان انا اطلع بهذه الصوره. والله وجودك يشرفني يا محمد معنا، بغض النظر عن الكلام اللي قلته، لكن انت بين اهلك واخوانك اي ما يحتاج. واحنا دائما نحاول نقدم فئه يعني ايجابيه وناجحه في المجتمع مثلك حبيبي. واحنا نقدمها لشبابنا، ترى هذا الاعلام رساله، سواء كنت في التلفزيون ولا في كنت وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم متابعين وسائل التواصل اكثر حتى من التلفزيونات الرسميه والخاصه. فاليوم لما انا اطلع في وسائل التواصل اقدم نموذج حلو للشاب البحريني السعودي الخليجي العربي بالضبط. اللي ممكن يقتدي فيني هالشاب اللي تابعني سواء في اي مرحله دراسيه كانت، حتى جامعيه حتى رب اسره. اليوم تخصصك الجامعي بالتسويق ساعدك في التسويق ولا انت تعتمد يا محمد على اسلوبك الشخصي؟ هو انا مؤمن بحاجه، هذه فلسفتي الشخصيه، ان هي في العروق، التسويق في العروق، ما له دخل سواء درسته ولا ما درسته. اذا انت تعرف تقنع الناس، عندك المقدره على الاقناع بتصير سهله عندك الامور. فهذا ساعدتني امانه، ان سواء كانت بتعرض شغله للبيع او بتعرض فكره او بتبي تقنع احد الفكره، انا استخدمتها استخدام ثاني اللي هي لما اكون انا عندي حلطمه، انا غالبا اتحلطم او عندي وجهات نظر. طبيعه الانسان أي. كيف اوصل، كيف اخليك تصدق ان هذه وجهه نظري حقيقه، اني احاول اقنعك فيها. يا سلام عليك. فادخل لك التسويق في وجهه نظري. جميل جدا. شوف التسويق الاعلام وغيره من بعض التخصصات موهبه في البدايه، عشق لهذا الشيء، بعد ذلك تجي دراسه الاكاديميه تعزز من هذه الموهبه بالضبط. وتعزز من هذا العشق. محمد حلو لما تكون معاه يخليك تجاري في سرعته، في كلامه، في اسلوبه. فمحمد اليوم انت تعاني من فرط الحركه حسب ما نعم. تاثر عليك ايجابا ولا سلبا؟ انا اشوفها ايجابا. هي فيها ايجابيات فيها سلبيات. وين السلبيات؟ خلنا في السلبيات. تاثر عليك بايجابيات سلبيات في ايش؟ متعبة جدا. طبعا انا الحين صرت اخذ علاج لها، بان انا اكثر مشكلة تسبب لي فيها اللي هي تشتت انتباه. تشتت انتباه. نعم. بس اشوفك ما شاء الله مركز حتى جايك ماخذ اوفر دوز. هي يعني من عيوبها في الاجتماعات، لقاء زي كذا ايش ما كان، التواصل يكون في اثنين، تواصل عقل تواصل عيون. صحيح. انا اقدر اضمن لك ان تواصل العيون يكون طوال اللقاء، لكن بعد الدقيقة الثالثة خصوصا في الاجتماعات هذه انحرج فيها. يعني انا في عالم، انا وصلت لندن سويسرا بعيد بعيد بعطارد، باقي لي شوي اوصل عطارد بلوتو مشتري. تسالني ايش اخر شيء قلت انت كذا، انت احرجتني. برضو من عيوبها ما اقدر، لو تقول لي اقرا صفحتين وعطني مفادها ما اقدر اجاوبك. طبعا انا ما ادري اذا اقدر اخذ راحتي في الاجابه عن هذا الشيء، انا ودي اتكلم عن هذا الشيء. أنا ودي أوجه رسالة لكل الخليج، مش بس في السعودية، في كل مكان، حتى في البحرين، حتى في كل مكان، بين وزارة التربية ووزارة الصحة. هذا الشيء ترى فرط الحركة هو ليس بشيء خطير، لا لا أبد أبد. لكن في كثير طلاب وطالبات أو أطفال يتضررون في الدراسة ومهنيا، لأنه هو زي ما قلت لك تشتت انتباه، يصير الواحد ما يقدر يركز. يعني لما يكون في عندك طفلك عنده اللي هو فرط الحركه، طبعا هو كل الاطفال فيهم فرط حركه يوقف الين سن ال 11 10 سنوات. صحيح. اذا استمر لازم هنا يكون، احنا عندنا في السعوديه نسميه المرشد الطلابي. انت عندكم مرشد طلابي؟ عندنا مرشد. ايه. المرشد الطلابي اصلا المفروض يكون هو عنده التخصص اللي هو ساعدني الجانب الاجتماعي. الجانب الاجتماعي اذا شاف لاحظ التصرفات الولد او البنت فيها هذا الشيء، يحال لوزارة الصحة ويتعالج أو يأخذ الحبوب هذه اللي تخليه يركز. صحيح. لما تجي تقول لولدك ركز معاي وتضربه ومش راضي يركز، المسكين ما يدري، ما يدري هي تحركه. ايه بالضبط. فأنا هذه كانت رسالتي، أتمنى بس أنه يكون يعني تركيز على هذا النقطة. وللعلم هذه كانت رسالتنا في برنامج الرأي، وناقشنا هذا الموضوع مع مختصين من وزارة التربية، تكلمت عن هذا الموضوع بالضبط، ومع مختصين من وزارة الصحة، وأضفنا عليها مع مختصين من وزارة شؤون الشباب والرياضة. حاولنا نجمع كل هذه الجهات، ينمون موهبة من جانب الطالب ويعرفون كيف يتعاملون مع الطالب لو كان موجود هذا في أي صف. وغالبا ترى ربي معطيه موهبة. كثير ترى من الناس من الـ ADHD عندهم موهبة، يعني والأمثلة عدة، لكن إيش أكثر من أوباما
رئيس أقوى دولة أو الرئيس السابق لأقوى دولة في العالم كان ADHD. بالضبط كان عنده فرط حركة. مايكل فيليبس أفضل سباح في العالم. شخصيات كبيرة الناجح محمد الموسى فرط حركة. محمد لو كنت غير مشهور جميل. شنو بيكون مسار حياتك؟ شنو كنت أنت ماخذ حياتك قبل لا تدخل في مجال السوشيال ميديا ولا في المجال الإعلامي بشكل عام؟ هي نفس المسار اللي قاعد أحاول أسويه الحين اللي هو بس بطول المدة أكثر. أنا أمانة أحاول أسوي لي أي بزنس إن كان أسوي لي منشأتي الخاصة شركتي الخاصة إيش ما كانت وأعيش وأنا مرتاح. يعني أنا أمانة أبغى أتزوج ما بعد زوجت. أجمل هدف أجمل أي هدف أي وتكون لك لكن أسرع. أنا وجهة نظري الشخصية أنا مش هذه رسالتي اللي أوجهها للناس كلها واتبعوا نفس خطواتي لأنها بتطول شوي. أنا وجهة نظري ما أبغى أتزوج وأكون تحت رحمة راتب صحيح. فالمسار اللي أنا متبعه قبل وبعد نفسه اللي حاول أنا أركز على شغل أحاول أطلع الفلوس بأي طريقة علشان أسوي لي أي شركة كانت تدخل لي مبلغ إيش ما كان. طموحي عالي طموحي جميل. أبغى ذاك القصر لكن أي بس مبدئيا أبغى أسكن في بيت ملك إيش ما كان حجمه سيارة ملك ما أقدر أدفع عليها أقساط أدرس عيالي بأفضل المدارس لا مرض ولا شيء لا سمح الله أقدر أعالجهم في أفضل المستشفيات. هذا طموحي وهذا اللي كنت قبل وبعد لازلت أركز عليه. جميل جدا. أنا حاس في وأنت تتكلم اليوم محمد دائما تقول لمتابعيني يعني مش عايز ان متابعيني يكونون بهذه الطريقه يفكرون ولا دائما حاط في بالك المتابعين. انت مسؤول اليوم عن 2.5 مليون متابع. بالضبط هذه تحط نفسك تحت مسؤوليه كبيره تحس نفسك فيها. نعم نعم نعم. شوف الامثله والسوالف كثير لكن انا متى حسيت فيها؟ انا احس فيها من زمان اصلا. في كثير يعتقدون فيني. انا طبعا في النهايه انسان عادي لي عيوبي لي مميزاتي زي ما ذكرت لك السوالف عده لكن هذه السالفه الله يمسي هذيك بالخير ما أذكر اسمها الأول ما يحضرني لكن أذكر أنها عتيبية. كنت في دبي جاتني في دبي مول مع ولدها عمره 9 سنوات سلمت علي إحنا من متابعينك ولدي تابعك ويحبك ودي أقول لك جزاك الله خير وحسبي الله عليك. هاي طقك وتمزك في نفس الوقت مدح وشتيمة في نفس الوقت. شلون قالت ولدي يتابعك بس أنه فسر كلامك بطريقة شوف مع العلم أنه كانت المقصد خير في إمام المسجد يتابعني زين قال لي محمد أنا لاحظت إنك أنت يعني ما شاء الله عليك وهذا لك حريتك هذا مجالك وهذا هذا هذا الوسيلة الاجتماعية حقتك تنزل فيها اللي تبغى لكن ما عمرك تكلمت عن الصلاة ما عمرك تكلمت عن النصيحة. قلت ما يعني غالبا النصيحة ثقيلة على الناس خصوصا في الأمور هذه لكن صحيح. أبشر قال الحين إجازة والناس سهر وهذا فنزلت سناب كان أيام الكيك قلت إن الحين سهر وصلوات تصير قطار وراء بعض لأنك تنام وهذا فأفضل طريقة للحفاظ على الصلاة إذا حافظت على صلاتين تلاقي الباقي منضبطين صلاة الفجر والعصر أو الظهر واحدة منهم إذا حافظت على الثنتين يصير الباقي تقدر تصليهم لأن هم أكثر صلوات تكون أنت يعني. فتقول ولدي سمع كلامك وفسره بطريقة ثانية صار ما يصلي للفجر والعصر يقول محمد الموسى قال. شفت شلون هذه مشكلة عودة أي يا ريتك ما تكلمت صار يقول محمد يقول مش لازم الباقي مع العلم اللي كان القصد واضح لكن شوف سبحان الله صار يعتقد في كلامي أن كلامي هو الصحيح وصار ما يصلي هذه الصلاتين. فما بالك باقي التصرفات وما باقي العيوب وأنا مليء عيوب زي الناس أنا مش منزه من الغلط. فعشان كذا لازم أنوه على هذه الأشياء أن إذا شفتني أنا غلطان بهذا الشيء أو أنا أفعل هذا الفعل مش معناته أنه صحيح 100% ولازم أبد تقتدي فيني أبد أبد. تتابع الكومنتات وتتابع نعم. ملاحظات الجماهير برجع لك في هذه النقطة لكن خلينا نشوف التقرير عن محمد الموسى في موضوع معين وراجعين مرة ثانية. والله يا حظي والله يا حظي انا مع ابوي الجميل انا وخلي كل دار وطننا اي والله كل دار وطننا بعد عمري. شف القهوه علي والعشاء عليك ولا العشاء علي والقهوه عليك ابد اللي تقوله كم اثنينهم عليك ابد ابوي قلت كم كم والله لعزمك على الاحساء الاحساء على صحين فول على بلا تكاليف بلا مشاوي بلا بطيخ ولا أحسن من هذه الخرابيط كلها. إيه جلدام إن الأحساء الأحساء على حسابي والقهوة عليك والقهوة نروح فندق ولا شيء فخم. كم؟ بأغلى ترى. كله. ولا أطلق عشاء ممكن تأكله في الحياة. ها؟ نعم. كيف الأحساء؟ الأحساء ممتاز. أمي. نعم. جايب منجو. تري منجو. جبت جحبة في السيارة. الله 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 خدي.
يعني احنا اسفين ان حطينا هذا المقاطع. انا شفت وجهك تغير محمد الله يرحمهم رحمته وان شاء الله في جنات النعيم وان شاء الله يعني ايش اقول لك يعني الله يجعل قبرهم روضه من رياض الجنه يا رب. امين يا محمد معلي هذه اعز ما يملك الانسان في حياته الوالد الوالده الله يرحمهم ويغمد روحهم الجنه. امين يا رب. محمد خلينا نطلع من المود شويه. انت ما شاء الله عليك انت بار بالوالده وبار بالوالد الله يرحمهم ويغمد روحهم الجنه. شنو قصتك مع المعزين؟ والله كان شعور جدا جميل. السناب ما كان يوقف الناس الناس تدعي. الأجمل والأجمل قاعد أشوف وجوه جديدة في العزاء. يعني أنا أقاربي أعرفهم، حتى النساء يبنى أعرفهم، يعني حتى من العوائل الثانية أعرف وجوههم أعرف أشكالهم. يمكن ما يحضرني اسمه الأول لكن أعرفنا من العائلة الفلانية. خوالي عيال عمهم أعرفهم، لكن في وجوه كانت جديدة. مين فكان يقول إحنا من متابعينك. طلعوا البيت، طلعوا مكان المقبرة، طلعوا مكان المسجد. كان شعور جميل جدا. يعني أنا أقول لك أنا أعرف أن المتابعين، في كثير متابعين يحبوني، لكن دائما تجي في بالي مخيلة أنهم يتابعوني واحدة تابعة، أحيانا يسليني أحيانا أستفيد من وجهة نظر أحيانا، لكن ما توقعت أني أنا يحبوني لدرجة أنهم يجوني للعزة ويوجبون. كان شعور جدا رائع. حسيت بالإحساس اللي يقول صدق، يعني ربي رزقك بأحلى نعمة أن في ناس تحبك لله فلله. سبحان الله، هذا اللي يهون عليك المصيبة بالضبط، هذا اللي يخفف عليك المعاناة بالضبط. كان شعور جدا جميل يا زايلة يا محمد. يعني وين تستوحي أفكارك يا محمد اللي ضحك من خلال هالزعلة؟ وانت اليوم بحاجة للابتسامة الحين بالتحديد. لا هو هي أنا من الحمد لله من الأشياء اللي عندي أنا أقدر أطلع من المود الحزين على قولتهم بسرعة، أو أسوي أفكاري من المواقف اللي قاعد تصير فيها قدامي كل يوم. أو مثلا يوصلني مقطع انتشر في الواتساب يكون يعني مش عالمي، لا في السعودية حصل عندنا أو في الخليج، سواء كان مضحك أو شيء لازم ينتقد ولازم يتوقف عن حده، أو في الهاشتاقات اللي تصير في تويتر، مع أني أحاول أن أبعد عنها لأن هذاك تويتر أنا أنظر له عبارة عن حرب عالمية ثالثة لازم تبعد عنها، يعني مواضيع حتى مواضيعها أبعد عنها. لكن احيانا انا اذا شفت موضوع صدق ترند ولازم اتكلم عنه اتكلم عنه، لكن غالبا من المواقف اللي تصير قدامي يوميا يعني اشوفها ما اقدر جيني حك بتحلطه والله تصيدك ما شاء الله وانت في الشارع وانت قاعد تتمشى وانت في المطعم ولا انت في المجمع. بالضبط. محمد بس تأذنك نروح نشوف تقرير يلا وراجعين لك مره يلا ثانيه يلا. شوف التقرير. اسمع تسجيل صوت من امك وانت قاعد تحاول تجيب فلوس من وراء دعاية، مثلا من دعاياتي. اسمع هالفويس نوت، تخيل ان امك ميتة ورسلت لك هذا الفويس نوت. انا محمد، ما خلصت دعايتك، متى قررت تجي عشان تاخذني معاك وانا اروح؟ لان مريم اليوم كان طول اليوم السواق وياها ما رحت ولا اليوم كان طول اليوم السواق وياها ما رحت ولا جيت. يعني امك تقولك ان انا ما رحت ولا جيت عشان سواك كان مع أختك وأنت رايح تسوي فلوس. ما راح أقول دعاية، بقول فلوس. الفلوس كلنا نحتاجها وكلنا نبيها، خلنا نكون صريحين. لكن ما تدري متى بتموت أمك. ولو أنه يوم مو معترف فيه عندنا كمسلمين، لكن كان بالخاطر ان انا اجيها في ذا اليوم ومعي هديه. انت امي امتك حولك تكفى، ان كانك تشوف ذا المقطع خش على امي امتك بهديه كذا عطر ورده شوكولاته. ترى ماسك نفسي لابعد الحدود يعني. لا خذ راحتك، خذ راحتك يا محمد، طلع مشاعرك، خلي الناس تشوف ترى محمد عنده يملك مشاعر مثل ما احنا نملك مشاعر. ترى اي واحد فينا هذه جنتك ونارك، هذه الوالده الله يرحمها وهذه الوالد الله يرحمه. كلنا فقدنا امهاتنا، كلنا فقدنا ابهاتنا. ساعات نقول الله يرحمهم افتكوا اذا كانوا تعبانين من مرض معين، اذا كانوا يعانون على سرير الابيض في المستشفى. انا الوالد الله يرحمه يعني توفى وهو في المستشفى، والوالد الله يرحمها كذلك في المستشفى. فمحمد انا ما برجع لك الذكريات، لكن يعني انت بار مثل ما قلت بالوالد الله يحفظها الله يرحمها ويغمد روحها الجنة، والوالد كذلك. شنو حياتك بعد وفاتهم؟ أصعب. وهم أصعب. الخير والبركة. والله أصعب، خصوصا أنا من الشخصيات ما أحب أفتح قلبي لأي أحد،
خصوصا في الأشياء الشخصية. وأمي جعلها الجنة، آمين يا رب العالمين، عودتني وكانت تسمع حتى لو كان الموضوع تافه، تسمع للأخير وتعطيني رأيها. تعودت في أي شيء كان حلو شين تافه اللي هو تسمعني، وأنا تعودت أن أنا كل ما صار لي شيء خصوصا الأشياء اللي تضيق الصدر وهذا يا رجل من كلمتين ولا مسحة على الرأس ولا أبد تحط رأسك على حضنها ولا كل شيء صار أنا أفتقده. أي والله أفتقده هالحضن الدافي على الشد. أي والله أي والله أي والله العظيم الله يجعلهم في الجنة إن شاء آمين الله. رب العالمين. لما المتابعين يا محمد يصورونك أو يقتحمون خصوصيتك لما تكون في مطعم لما تكون في مكان، شنو الرسالة اللي بوجهها لمحمد اليوم؟ والله شوف أنا على قولتهم open mind، أنا ما عندي مشكلة إنك تصور الصور يعني مثل هذه أنا ما أبيها، ما أبيهم يصوروني إياها. ليش هذه لحظة عفوية؟ أنت حالك حال الجميع، تنام نمت في الطيارة. إي بس فتحة الفم. شوف هذا مثلا أتوقع كان واحد من الممرضين جاء صورني وكان يتابعني. هذه كان حادث؟ كان حادث والله، وكنت عاد أكسر الخاطر والله إني مظلوم 100%. والحمد لله طبعا جاء كان العسكري منصف وقال، وكان هذاك يحاول يحط غلط علي لو إن شاء الله 25%، قال اعذرني أنت غلطان. الشاهد أرجع لموضوع الصور، أنا عندي فقرة سميها فقرة مباحث. كنت في الوقت كنت قبل أضايق منها، لكن صرت كنت لا تصير نفسية، تراهم صوروك لما يحبونك بالضبط، ما صوروك لو ما يحبونك شو ما حتصورك، ما صوروك علشان يشهرون فيك ولا كذا، يحبونك. فصرت أسمي فقرة المباحث، يصورون لي أي صورة أقوم أشيلها وأحطها عندي في حسابي وأكتب مباحث تايم ومن هالسوالف. لكن هو ما يضايقني، ما يضايقني لما لكن لما أكون مع أهلي هنا نعم أضايق. لما أكون قاعد آكل أمانة الموضوع يعني سواء كنت أنا مشهور أو واحد من ربعك أو واحد من أهلك، خالي أنا قاعد آكل، شلون تطلب مني أوقف أكل عشان أقوم أصور وياك؟ وفوق هذا كله أسكر بوزي أقوم، ما جاك يعني حط لهم ألف عذر، أي ما جاك اللي يحبك أنت عاد. وخصوصا لما تقول لا والله ما أقدر ولا شيء زي كده، تتفسر على طول غرور صح. وأنا والله أكره هذا الشيء، وأنا واحد أنا على ما أنا عليه، أنا على سجيتك على طبيعتك على سجيتك. هذه حياتك ولا أحب أن أحد يفسرني تفسير أنا شايف نفسي، أنا مش شايف نفسي بس أنا يعني حل عني قد أكل يعني. والله يا محمد فقرة في تاريخ حياتي والله يعني. يا محمد يعني أنا بقول لك شيء، يعني هو يمكن رفض بعض اللقاءات في التلفزيونات الثانية وقبل أن يكون موجود معنا في تلفزيون البحرين. والله العظيم لا إحنا اللي دفعنا له، لا إحنا اللي جبناه، لا إحنا اللي قدمنا له شيء، بطيبة نفس وبطيبة قلب قال أنا معاك. إيه بس ترى بتعشيني بعد البرنامج ها يعني. عليك ولا عليك؟ عليك بعد الضيف جاي عندهم البحرين بيدفع يعني فلوس. عربي نعطيك عربي أفو عليك اللي هو المهم عاد تعزمني. أنت تبي مندي ولا بخاري ولا غوزي؟ أي شيء أي شيء نعطيك شي. الأكلات البحرينية الشعبية اللي ودك تاكل صوابعك وراها مثل عاد تراني جاية يعني. يا محمد ما ودنا نخلص معاك والله العظيم، أنا لأول مرة أدخل في فقرة ما بخلصها، عطونا وقت يا جماعة خلونا ناخذ ساعتين ثلاث. ما عندي مشكلة للصبح للصبح بس المخرج تقول لي فواز عندنا تغيير. محمد الحديث معك جدا 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 ممتع. الله يرضى عليك وأنا أتمنى أن نكرر هذه وكل شرف لو نكررها. الشرف لنا يا محمد. الله يرضى عليك وجودك اليوم شرف لنا وإضافة للبرنامج، يعطيك ألف عافية. الله يرضى عليك وإضافة لي أيضا والله العظيم يعطيك العافية. اي والله طلعت وين طلعت في تلفزيون البحرين مع اجمل وافضل مذيع وخفيف دم وحبيب وله برسمي واي ضيف ما كان. انا الحمد لله متعود على الكاميرات، لكن حتى لو جاكم ضيف مش متعود على الكاميرا اللي يقابل واحد زي يا سلام عليك والله العظيم يروح التوتر كله. شهاده تزفي. الله يرضى عليك يا حبيبي على الراس. الله يخليك يعطيك العافيه. والله بتعشيني يعني. لا لا انا موجود العشاء عقب هالكلام قاعد شو غدب ان شاء الله في الراي الفني وفي الخميس الونيس وحياكم الله.